مداخلة علمية 100%، وفيها حقائق يعني وأرقام إلى آخره. ما غاديش نطول، لأن يعني هضر على التغيرات المناخية والتأثيرات ديالها، واللي كيهمنا حنا هو الماء، كيفاش خصنا نستعملوا الماء يعني بعقلانية. وهنا كنسطروا على واحد المصطلح الأساسي هو ترشيد، ترشيد استعمال الماء. وهنا ترشيد استعمال الماء يعني ضرورة تصالح مع الثقافة البيئية اللي كانت عند الأجداد. حنا منين كبرنا مثلا في الأوسط ديالنا، الأمهات ديالنا إلى آخره، في الطواوير ديالنا، دائما كان عندنا واحد الندرة ديال المياه، المياه كانت دائما قليلة، ولكن واخا كان عطانا ذاك النصيب ديال الفرد ديال الماء من الفاين حتى 500 يعني المتر المكعب، ولكن حنا دائما مثلا في الدوار ديالنا نموذج كان عندنا واحد الخصائص مالية، واحد الندرة. هذه الفرشة المائية محدودة. يعني كاين الماء ورا خدام الموطور وكيجبد الماء وما يعرف بان هذاك الماء كينقص. كي كنجيو نشوفوا امثله الى اكثر 80% من عمليات الحفر الابار ليست مرخصه. هذه احصائيه الاغلبيه، لان باش تدير البئر يجب الترخيص السلطات الحوض المائي ديال البيئه، اذا هناك لجنه باش تتوافق، ولكن الاغلبيه كنلقاهم دايرين يعني بدون ترخيص. وحتى المشكل اللي كاين، حتى اللي كاين في الفراطة ولا كاين في العروي ولا كاين هذا السقيل الثقوب المائية، ما دايرينش حتى العداد ديال الماء، يعني دايرها مارش الموتور وما كيعرفش شحال كيستهلك شحال كيجبد الماء. دونك هذا هو اللي كان من بين الطلبات اللي كنا درنا على الحوض المائي، على أساس يعني جميع الفلاحة خصو يدير واحد العداد باش يراقب كمية الماء المستهلكة. تطور مستوى الفرشات المائية في اسم كناس كي كنلاحظوا في المنحنى هو هناك انخفاض، الفرشات ديال السوس حتى هي في انخفاض، الفرشات المائية. كي كنجيو للجهة الشرقية ديالنا كاين طفرطة نقصت 10 متر في 6 سنين الأخيرة، يعني الفرشات المائية طفرطة، واللي خدامين الفلاحة في طفرطة راه لاحظوا هاد الشيء. كاين ديال جبل الحمراء 90 متر. لذلك صراحة كنستحق كل الشكر والتنويه، ونتمنى لكم كامل التوفيق. الحقيقة الإخوان مشكورين يعني لتناول الموضوع وتفاعلوا مع الأستاذ الهواري. أنا عندي واحد جانب، واحد المفارقة أخرى بغيت نتقاسمها معكم. المفارقة ربما غادي نطلق أنا شوية من المواثيق الدولية، وغادي حتى نوصلوا لهذا الويديا اللي كنذكروا عليهم الآن، ولا هذا الأحواض. ثم دار الارتباط ديالهم بجوج ديال الحالات، على المعيش ديال الفلاحه على اعتبار على ان بلادنا بلاد يعني بلاد فلاحيه، ثانيا على الوقع ديالها على السياحه، ثالثا الوقع ديالها على المجال البيئي. وحنا كنعرفوا على ان المغرب انخرط فيما يسمى بالتنميه المستدامه اللي فيها 17 هدف، من جمله الهدف كاين هذه القضيه ديال الماء او المحافظه على الماء. وهذه المحافظه على الماء او البيئه كنشوفوها حتى في الدستور من خلال الفصل 31 اللي كيعطي للمؤسسات العموميه والاداره ديال الدوله والجماعه الترابيه الحق المواطن في ماذا؟ في الولوج الى الماء وفي العيش في حياه سليمه. لاحظ معي على ان هذا الموضوع ديال الماء هو موضوع ان شئتم عرضاني. لما كنقولوا عرضاني ماشي هو فيرتيكال، ماشي هو اوريزونتال، بل عرضاني. كيجي كي يعني التوش، يعني كيلامس جميع القطاعات الحكوميه، جميع المؤسسات العموميه، جميع الجماعات الترابيه، ولكن كل واحد في المجال ديالو. صحيح على ان المنظمه العالميه الدوليه للارصاد الجويه تنبأت على انه من 2023 حتى 2027 غادي يكون تما واحد الخصص كبير ديال الماء نتيجه التغيرات المناخيه. وقبل هذا التاريخ بالضبط 2016 كان ما يسمى بالبوميه. البوميه ما معناها؟ هو انه كتوقع لك واحد مجموعه كطيح لك شهور واحد الحراره كبيره، كيجي شهر فيه الشتاء، وهذاك الشتاء كيجي في واحد الدقه كيشكل لنا الفيضانات. وغادي نوقف هنا عند السؤال اللي عطاه الاستاذ من قبل الاول سي محمد، يعتقد ياك سي محمد اللي هضر على الاوحال.
هنا انا غادي نستعمل هذا المصطلح ديال الاوحال او التوحل. عنده جوج ديال الجوانب. الجانب الاول هو اننا وصلنا لواحد المستوى خصنا نديروا التقييم ديال الاوحال، لا فالوريزاسيون ديال ديالهم. هذا التقييم اش كيعطينا؟ وذكرتيه مشكور السلسله واحد كيعطينا راه غني بالمعاني، وفي نفس الوقت ملي كتجي هذا الشتاء الله يبارك ما غاديش يعني غادي تلقى الفضاء فين غادي يكون، فين غادي يكون الماء. والا الا بقات ذاك التوحل معناه انهم ما غاديش تستوعب الماء كثير. علاش؟ لان السمك صغير. اذا باش تذبحوا خصها هذا العمل. العمليه الاخرى وهو كتجلى فيما يسمى بالطريق السيار المائي. هذا الطريق السيار المائي وذكرتو مشكورين على انه مدينه فيكيك ما عندهاش تخصص المائي، والحمد لله على انكم ما شاء الله لكم مواكبين العمليه، مواكبين كذلك الاحتجاجات اللي دارتها الساكنه على مستوى الانضمام ديالها لمجموعه الشرق من اجل التوزيع، لان الناس عايشين بذاك الماء. هذاك الماء اللي فيكيك ماء خاص ديال مواليه، هذاك الماء ديال مواليه كل دار كل عائله. هنا اللي كاين امكانيه ديال ربط علاقات او اتفاقيه شراكه باش ذاك الماء على الاقل عن طريق ما يسمى بالطرق السياره المائيه على الاقل باش يأليمونتي ولا يغذي ذوك المناطق القريبه. ثم نفس الشيء بالنسبه كما تم الفعل مع السد ديال سبو مع ابير كرك. علاش؟ لتمويل الدون ديال الضريبات والضريبات عن طريق طرق السياره ديال الماء. هنا مؤخرا اعتقد على اننا كنا كنعرفوا على ان الشتاء ولله الحمد صبت مزيان في المنطقه الشمال طنجه وتطوان وشفشاون، بالعكس الوديان في هذه المناطق عرفت الفيضان. لماذا لا يتم استغلال هذه القضيه ديال اللي قلت لكم طرق السياره باش من خلال هذا الوديان اللي عندهم الفائض يمكن يعني يمولوا الوديان اخرى؟ ثم اننا دائما كنطيحوا في مشكل اخر.